بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم في نشرة الأخبار العربية من تلفزيون جمهورية الصومال الفدرالية، والبداية بالعناوين. الحكومة الفدرالية تدين استهداف ميليشيا الحوثي مسفات تكرير البترول في الرياض. وزير الإعلام يتلقى لقاح أسترازينيكا ضد كورونا. رئيس ولاية جنوب الغرب يصل إلى العاصمة مقديشو. رئيس ولاية هيرشبيل يلتقي الممثل الخاص للأمم المتحدة في البلاد. العراق يعفي مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول. أما الآن مشاهدينا الكرام، فأهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ومعكم إبراهيم أزهري. أدانت الحكومة الفدرالية بشدة استهداف ماليشيا الحوثي مصفات تكرير البترول في العاصمة السعودية الرياض بطائرات مسيرة. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس السبت، تدين الحكومة الفدرالية بشدة إطلاق ماليشيا الحوثي طائرة مسيرة باتجاه مدينة خميس مشيط، والاعتداء الإرهابي بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت مصفات تكرير البترول في مدينة الرياض يوم الجمعة. وأكد البيان مجددا تضامن الصومال مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كافة الإجراءات التي تتخذها، وذلك لحماية أمنها القومي وسلامة أراضيها. تلقى وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفدرالية معالي عثمان أبو بكر دبي اليوم الأحد لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، وحث معاليه المواطنين بأخذ هذا اللقاح للحد من انتشار الفيروس. هذا وأعلنت سابقا وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال، ولم تجد أي أدلة تشير إلى أنه يسبب جلطات دموية. الجدير بالذكر أن وزارة الصحة سجلت 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الإجمالي إلى 9968 حالة. وصل رئيس ولاية جنوب الغرب السيد عبد العزيز حسن محمد لفتقرين اليوم الأحد إلى العاصمة مقديشو قادما من تركيا. وكان في استقبال السيد لفتقرين فور وصوله إلى مطار آدم عبد الله الدولي بالعاصمة مقديشو نواب في البرلمان الفدرالي ومسؤولون في الحكومة الفدرالية وولاية جنوب الغرب، بالإضافة إلى ضباط في الجهة الأمنية. وسيشارك رئيس ولاية جنوب الغرب في أعمال المؤتمر التشاوري الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد الله فرماجو في 22 من الشهر الجاري لمناقشة العملية الانتخابية. وقد وصل إلى العاصمة مقديشو في وقت سابق كل من رؤساء ولايات قلمذق وهيرشبيل وجوبلاند وبنتلاند للمشاركة في المؤتمر الذي يسلط الضوء على استكمال توصيات اللجنة الفنية للانتخابات. التقى رئيس ولاية هيرشبيل السيد علي قدلاوي حسين اليوم الأحد في مقديشو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في البلاد السيد جيمس إسوان. وناقش الجانبان خلال اللقاء عددا من المواضيع الهامة المتعلقة بعملية الانتخابات المقبلة في البلاد. أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد إعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول إلى العراق، فيما اعتبرت القرار دفعا باتجاه تنشيط الاستثمار. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنى في تصريح صحفي إن قرار الحكومة العراقية بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول إلى العراق قرار جريء جدا، ويأتي لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي، وبدأ العمل به منذ 15 من مارس الحالي. وأضاف أن القرار شمل رجال الأعمال والشركات من دول مجلس الأمن دائمة العضوية ودول الاتحاد الأوروبي
واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسويسرا مقابل دفع رسوم سمات الدخول البالغة 75 دولارا لمدة شهرين. وتابع المحنة سيخضع المشمولون بهذا القرار إلى جميع الإجراءات الصحية الوقائية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة وإجراء الفحوص الخاصة بجائحة كورونا. ويسعى العراق إلى جذب المستثمرين وتسهيل عملية دخولهم إلى أراضيه من خلال إعفاء مواطني بعض الدول من سمات الدخول بعدما كانت سمة الدخول إلى الأراضي العراقية تحتاج إلى موافقات تأخذ وقتا طويلا وربما لا تصدر في الكثير من الأحيان. مشاهدين الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا العربية. كان معكم على الهواء إبراهيم أزهري، وفي الهندسة الفنية الزميلة كوثر عبد الله محمد. وشكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.